لو لعبت يا زهر واتبدلت لحوار وركبت اول موجة في سكة الاموال. اكيد جيد جدا لان هم ناس بروفيشنال مسرح، فبالنسبة لهم السينما ديت سهلة وبسيطة، وهم عندهم روح التمثيل وشاطرين جدا وبيشتغلوا على نفسهم كتير. وطبعا معهم نرمين ماهر ممثله ليها تاريخ في السينما، فالموضوع هيطلع جيد انا واثقه. اشارككم بقلبي، وانا جاي طبعا اشارك زملائي يعني، وبشكر استاذ اشرف عبد الباقي، احنا بنشكره جدا للتجربه دي. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا استاذ؟ استاذ اشرف عبد الباقي بنشكره لانه ربنا جعله سبب ان هو يبقى دعم للشباب دي وقدم لنا الورد الجميل ده بجد. وطبعا تحت قياده شادي الرملي المخرج الواعد اللي ان شاء الله سنسه الكوميدي عالي جدا، لان انا اشتغلت معاه قبل كده في اعمال سابقه، وهو طبعا ابن المؤلف الرائع الاستاذ لينين الرملي، فاكيد طبعا سنسه كوميدي، واكيد الموضوع ان شاء الله هيبقى ناجح، واتمنى يا رب انه يبقى فيلم جامد ان شاء الله.